من جديد. نرجع نطفي المايك المين لحاله لانه عندي ضجة كثير. نطفي المايك يا شباب يا صبايا، لانه انا عندي عم نطلع اصوات وضيق الصوت عنده ضعيف. مين عنده صوت ضعيف؟ لسات ما بيكون يعني بيكون طفوا المايكات مشان تصير تسمعوا. انا عم اعطي محاضرات ما حدا عم يشكي، عم يشكي عم يكون عنده الصوت ضعيف. هاي جهاز صوت تمام عنده، يكفي انه يلتقى واحد صوت تمام معناتها تكون مثلي من عند الشخص اللي عم يبين عنده صوت ضعيف. اريج معيز كله تمام عندهم اصوات، يعني عم يشتم الصوت من عنده المايك الميكروفون عنده سماعات حاسبه اي شيء او نت. بس انا على كل بحاول اعلي صوتي بس بدنا نخلص من شغله المايك انه انتم تطفوه لحالكم من اعدادات الحاسب. طفوا لحالكم. يلا معكم دقيقتين طفوا المايكات كلياتهم اذا بتفيدوا. معكم دقيقتين طفوا المايكات. نبدأ من حضرتنا اليوم الشمس الثاني من مقرر الرياضيات الاقتصادية والإدارية جي ام اي 403، انتم بصف سي 3. رح تكون مراجعة تأسيسية ونحكي عن التطبيقات. هلا شفت انا كثير من الرسائل عم توصلني هون على الشات انه انتم في منهم ما خبر مين انه في صار في محاضرة أولى، ليش هاي الثانية البعض عم يسأل؟ لأنه نحن أنا بعث لكم ايميل من يوم السبت للكل انه في محاضرات تعويضية هالأسبوع فقط مشان نلحق المقرر، لانه صار في عطله عندنا اسبوع مشان نلحق المقرر وما ما تصير في ضيقه وقت باخر الفصل وقت تقديم الامتحانات او الوظائف. فقلت انا اقترحت انه نحن نعمل هالاسبوع مضغوط شوي بس هالاسبوع، وابتداء من الاسبوع القادم بصير عندنا جلسه وحده اسبوعيا كالمعتاد بالبرنامج اللي هي موعدها يوم الثلاثاء من الثمانية إلى العشرة مثل هلا تماما، عندنا محاضرة واحدة أسبوعيا. بس هالأسبوع حطيت لكم محاضرتين إضافيات لحتى نعوض اللي راح. بعثت لكم إيميل، المحاضرة الإضافية الأولى كانت هي يوم الأحد من 12 للثنتين. واليوم المحاضرة الاعتيادية، وراح تكون عندنا محاضرة تعويضية يوم الخميس 29 الشهر، يعني بعد بكرة من 10 ل 12 الظهر. تمام. فبتمنى من الجميع يحضروا.
يلي راحت مو مشكلة رح نعيد هلا اللي راحت الفصل أو بالجلسة الأولى بشكل كثير سريع ونكمل. طيب إذا نحن أول شيء بدنا نشوف موضوع المودل النظام اللي بس إدارة التعلم أو المودل هون بتلاقوه لازم تفوتوا عليه بتلاقوا المواد المسجلة لها من بتلاقوا المادة مثلا بي اس سي ام جي ام اي 403 هي رياضيات اقتصادية وإدارية بتلاقوا هالمجلدات لازم تحملوه اللي هو فيه توصيف المقرر فيه الكتاب كامل تبع المقرر فيه الكتاب مقسم لعدة فصول في الفصل لحاله فيه ملفات الباوربوينت اللي أنا راح أعرضها هي موجودة وفي مجلد تسجيلات هاي التسجيلات نحن مسجلينها مسبقا فبتمنى تسمعوا لها المحاضرة قبل ما نطلع الجلسة التزامنية هيك تعليمات الإدارة بخصوص التعلم الذاتي إنه أنتم عندكم كل الموارد التعليمية بين إيديكم مطلوب منكم تدرسوا هالفصول كل فصل وفصل تطلعوا على ملفات الباوربوينت وتستمعوا للمحاضرات المسجلة إذا أنتم هيك عم تتعلموا ذاتيا عم نحن كجامعة مدرسين عم نفتح لكم الموارد التعليمية حضروها الجلسة التزامنية هي خليها تكون تفاعلية يعني الشغل اللي ما بتفهموها عندكم سؤال استفسار عنا بنوقف عندها وبنشرحها أكيد 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 ما بنشرح كل الكتاب يعني نعيد تكرار الموجود موجود بين ايديكم ولكن مطلوب منكم تدرسوه تستمعوا للمحاضرات المسجله اللي هي بتوضح الملفات الباوربوينت ومع هيك اللي بيضل شيء ملاحظه استفسار نتناقش فيه والمحاضره التزامنيه بتكون مثل ما نحكي تفاعليه استفسار جواب ملاحظه بنحل تدريبات هون في عندنا كمان على المودل كتاب باهم الصيغ الرياضيه القوانين الرياضيه بتحملوه ممكن تستفادوا منه كثير. هون الفصل لسه 20 اللي نحن فيه محمل انا خطه العمل خلال الفصل وقريبا رح تنزل وظيفي هون. لازم تنتبهوا على بريدكم الالكتروني الخاص بالجامعه الاقتصاديه السوريه وتفقدوه يوميا وعده مرات باليوم. عده مرات باليوم لانه وسيله التواصل الوحيده بيناتنا والرسمية هي البريد الإلكتروني وهالشيء أنا يوم السبت يوم بعثت لكم إنه نحن رح نعمل جلسات استئناف المحاضرات تزامن الجلسات التزامنية ورح نعمل تعويض على الجلسات وأحدد لكم مواعيد وابتداء من الأسبوع القادم رح يكون موعدنا جلسة واحدة أسبوعيا مثل ما هو نازل بالبرنامج يوم الثلاثاء من 8 ل 10 مساء إذا المحاضرتين الإضافيات هن هالأسبوع وحده راحت يوم الاحد وحده راحت يوم الاحد ووحده رح تكون الخميس بعد بكره من 10 ل 12 صباح تمام ما وصل عبد الحكيم ما وصل ايميل ما وصل ايميل بده يتواصل مع السبورت تكنيك الدعم التقني تبع الجامعه ويقول له انا ما عم يوصلني ايميلات من مدرس الماده الفلانيه مشكله مو عندي مشكله بالدعم التقني تبع الجامعه نلغي تبع يوم الخميس لكن ما رح نلغي الخميس نحن حطينا خطة ومشينا فيها يا إنعام لا ما بالضبط هو تكون بتحضروا صف ثاني غير وقت ما بعرف انه خلص انه اذا بنتفق انتوا حوالي 47 واحد اذا بنتفق كل واحد رايه ما رح نلاقي جواب للاسف يعني كان بودي انا ما رح اطبع الحضور رح يكون في علامات مساعده ما رح احسب علامات الحضور ولكن الحضور جلسات رح تكون فيها مجال انه ممكن نساعد اما احذف اللي بده يغيب ما رح نحذف له نحن علامات عملية اوكي بالنسبه لخطه الفصل الموجوده على دائما في عندكم تقاطع محاضرات المحاضرات التعويضيه اللي عم يشتكي دائما في ممكن يصير في تعارض لانه كل واحد مسجل بصف في ناس منزل محاضرات اضافيه في ناس عندها محاضرات او مقررات من الفصل الماضي مستحيل تحضري 47 طالب ما يكون عندهم بنفس الوقت اكيد بالنسبه للمحاضرات الاضافيه على كل مين بيظبط وقته بشوف كيف بده يحضر ممكن تحضري ثاني صف اذا بدك هون وثيقه العمل خلال الفصل انا عندي ثلاث صفوف انتو سي 3 و4 من يوم الثلاثاء، انتم سي 3 هلا من 8 ل 10 وبعدكم سي 4 من 10 ل 12. الخميس عندي سي 2 من 8 ل 10 مساء، هدول البرنامج الاعتيادي. لازم دائما نفقد
اي تعديل على محاضره، اضافه محاضره، بيتم اعلانكم بالبريد الالكتروني، وهيك اللي صار واللي راح يصير. المقرر يكون هو 12 محاضره موزعين في الشكل التالي. الفصل الاول من الكتاب راح ناخذه على جلستين، الجلسه الماضيه واليوم، وعلى كل بالنسبه للوضع الاستثنائي اليوم راح ارجع اعمل تذكير باللي ذكرته بالجلسه الماضيه بشكل سريع ونحكي عن هذا اليوم. الفصل الثاني راح نقسمه لجلستين، الفصل الثالث جلسه راح نحكي عن المترشحات، المستهلكات، تطبيقاتها، التوابع، التفاضل، المشتقات، مثل الفصل الثالث على 3 محاضرات، 3 جلسات. تكاملات رياضيه، النصف وفرق. اذا عندي 12 8 فصول بالكتاب، مقسمين على 12 محاضره حسب التوزيع اللي مبين على خطه العمل خلال هذا الفصل. راح يكون عندنا وظيفه راح ننزلها قريبا، اعلاها 25%، والامتحان 75%. بالنسبه لجلسات الحضور، نحن بنشجع الحضور ومفيده جدا، وراح ناخذها بعين الاعتبار من ناحيه اضافه علامات الطالب، وما في حد اي علامه للبيجي. ما راح حدا يجي يقول له انت علامتك 90 راح نقصك 50 لانك غبت، لا. انت علامتك 90 كان حضورك ومشاركتك كذا راح احط لك 95، هيك راح يصير، او 92 او 97. اوكي، اذا ما في يعني بياخذ 80 ما راح نجي نقول له انت 78 لانك غبت، لا. انت اخذ 80 اوكي حضرت شاركت راح يكون 85، راح تكون 90، راح تكون 82، راح تضل 80 مثل ما هي. هيك الاسلوب اللي متبع. بالنسبه للجلسه الماضيه انا حكيت عن مخطط المقرر، الا المقرر هو رح نحكي فيه مراجعه تذكيريه بالمفاهيم اللي اخذتوها. بالمناسبه المقرر هذا بيعتمد كثير عن المقرر اللي درسوه الفصل الاول جي ام اي 401 اللي هي كان اسمها رياضيات. هنيك رياضيات بحكي، هون رياضيات تطبيقيه، رح نشوف وين تطبيقات الرياضيات، وين توظيف الرياضيات في علوم الاداره والاقتصاد. اذا كل هالامور اللي درستوها، اذا بتطلعوا على العناوين كلها نحن درسناها بالفصل الماضي. بس رح نشوف التوابع الصحيحه من الدرجه الاولى والثانيه وين تطبيقاتها، رح نشوف المترجحات وين تطبيقاتها، المستهلكات، المشتقات، المصفوفات، كل واحد وين تطبيقه بالحياه العمليه في علوم الاداره. بالنسبه للفصل نعم نحن وصلنا عن التطبيقات العدديه بالمراجعه التاسيسيه، بس رح ارجع اعيد بشكل سريع لزملائي اللي كانوا غايبين بالمحاضره الاولى واللي ناس ما خبوا. المراجعه التاسيسيه المحاضره السابقه واليوم هي عن مجموعات الاعداد، كيف هو التعبير الرياضي، الرسم البياني، النسبه المئويه، الاولويات في تنفيذ العمليات الحسابيه وبعض التطبيقات. بالنسبه للتوابع الصحيحه من الدرجه الاولى والثانيه رح ندرسها، نشوف حل جمله معادلات خطيا وبيانيا، جبريا وبيانيا، رح نشوف تطبيقاتها في حساب التكاليف والربح للمؤسسات، في توابع العرض والطلب. بالنسبه للمترجحات رح ندرسها، نستفيد من خواصها، وهي عموما بتكون ترجمه لقيود اقتصاديه. يعني القيود الاقتصاديه بالشركات وبالعلوم الاداره هي تترجم الى مترجحات، رح نشوفها ونحلها وبالاستفاده من يلي بنعرف. المتتاليات بانواعها سبق ودرسناها، رح نستفيد من نهايه المتتاليه في حساب سلسلة تدفقات مالية، هون تطبيقاتها. بالنسبة للتوابع اللوغاريتمية رح تكون تطبيقها بشكل أساسي في توابع النمو الاقتصادي. هي بتكون توابع من شكل توابع اللوغاريتمية وأصلية، إذا رح يكون التطبيق هو على النمو الاقتصادي، وبنستخدم التوابع اللوغاريتمية الأصلية، وبعدين بنستخدم الأساليب والأدوات اللي نحن تعلمناها بالفصل الماضي. كمان تفاضل المشتقات رح نستفيد منها في حساب القيم المثلى لبعض التوابع الاقتصادية. نشوف امتى الربح اعظم، امتى التكاليف اقل ما يمكن، هون هي الاشتقاق والتفاضل رح نستفيد منه. رح نشوف ندرس ظاهره المرونه الحديه، رح نشوف التفاضل الجزئي لعده توابع عدد المتغيرات، ونشوف ما يسمى مضاريب لاجرانج. التكاملات الرياضيه رح نشوفها بنوعيها المحدوده وغير محدوده، وندرس ونستفيد منها التكاملات في حساب تراكم سلسلي من التدفقات الاستثماريه. إذا تطبيقاتها هون تراكم سلسلي من التدفقات الاستثمارية. كمان مصروفات، كلنا تعلمنا ودرسنا مصروفات، تعلمنا كيف نحسب مصروفي، مقلوب مصروفي، ونحل جملة معادلات خطية باستخدام المصروفات. هلا رح نشوف نحن وين تطبيقاتها اللي هي جداول المدخلات والمخرجات للمؤسسات والشركات. إلى جداول مدخلات ومخرجات هي رح تكون على شكل مصروفات،
ونستخدم العمليات على المصفوفات حتى نوصل للي بدنا اياه، ونشوف هون ما يسمى قاعده كرامر. هاي المحتوى العلمي وخطه العمل خلال الفصل المقرر. في عندنا كثير من المراجع المفيده اللي بحب يطلع لها سواء بالنظري او التمارين، هاي العناوين بتدوروا عليها بتلاقوها بسهوله. اسلوب التدريس والتقييم اسلوب افتراضي، رح نعتمد التعلم الذاتي مثل ما قلت لكم، هيك توجيهات الاداره وهيك اللي احنا مقتنعين فيه. انه عندكم هالموارد التعليميه الملفات الباوربوينت، عندكم الفصول والكتاب، عليكم تدرسوهم وتحضروهم، تستمعوا للمحاضرات المسجله مسبقا، سجلوا ملاحظاتكم اللي ما كنتم فهمانينها، نجي على الجلسه التزامنيه بموعدها معي، نتناقش، عنده سؤال استفسار، فقره فكره مو فهمانه اكيد نساعد فيها، ونحل تدريبات. علامة العمل 25% الامتحان 75%. نوع الأسئلة بكير نحكي عليه هو رح يكون من نوع صح خطأ متعدد الخيارات يجوز أسئلة تحريرية بكير له. هاي كانت جلسة تعريفية بالفصل بالجلسة الماضية. وبدأنا بالمراجعة التأسيسية لأنه نحن بالمراجعة التأسيسية بدأنا فيها الجلسة الماضية وهلأ رح نكفيها. فرح اول شو نحن اخذنا بالمراجعه التاسيسيه، اخذنا مجموعات الاعداد، التعبير الرياضي، الرسم البياني، والاولويات العمليات الحسابيه، واليوم رح نكمل مع النسبه المئويه وبعض التطبيقات. الاعداد الطبيعيه كلنا بنعرفها، هي اعداد طبيعيه ان 1 2 3 قيم موجبه، اعداد صحيحه زد هي اعداد طبيعيه الموجبه 1 2 3 ونظيرتها السالبه ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 اضافه للصفر في النص. الاعداد الحقيقيه ار من ناقص لنهايه زائد لنهايه، هذا هو المستقيم. الاعداد الكسريه كيو او بنسميها النسبيه او العاديه، هي تكتب على شكل كسر طبعا بشرط انه المقام لا ينعدم ما يساوي الصفر. لا ما بيجي رسم بياني، بيجي ممكن تكون بالوظيفه، ممكن الرسم البياني ما بنعرف اذا بدنا نجيب بالامتحان ولا لا، بس ما راح يكون في مجال لحتى نخبركم بالرسم البياني، بس نحن راح نحكي عنه لحتى نفهمه. يعني بالمناسبه نجوى مو شرط يعني ما يتوجه فكركم دغري انه والله بده يجي منه بالامتحان ولا لا. الدراسه نعم للكتاب. الدراسه المطلوبه للامتحان وكل شيء ممكن يجي. شو ما تقولي لي اجى شيء وما اجى شيء. قلت لي وما قلت لي. لا كل شيء مطلوب. انتم ما توجهوا فكركم هلا شو بده يجي شو ما بده يجي، وجهوا فكركم نستفيد نتعلم هالتقنيات هاي. طيب في عندنا مجموعة من الخواص على الحقيقة كلها بنعرفها. الجمع والطرح، توزيع الجمع والطرح وضرب الصفر الحيادي بالنسبة للجمع. بالنسبة للترميز الرياضي ركزت على نقطة كثير مهمة، ساعات يكون عندي متحولات أو متغيرات اللي هي فاريابل من مثل اكس واي زد تي يو في وهكذا. ساعات نحن عندنا ثوابت كونستانت اي بي سي. عندي معاملات كوفيسيون الفا بيتا جاما. إذا هذول لا حدا يخلط لي فيهم رجاء. يعني أنا ساعات عندي معاملات خلينا نسميها ألفا بيتا جاما، سواء بالوظيفة أو الامتحان أو بالحياة العملية. إذا عندي ثوابت سموها أي بي سي. متحولات أو متغيرات سموها إكس واي زد. يعني أنا ساعات تشوف إكس واي زد ما بخطر على بالي هي معاملات، هي متحولات. إذا انتبهوا فيها. وطبعا نحن كلنا بنعرف إنه إف إس هو تابع للمتغير إكس، جي لإكس هو تابع للمتغير جي إكس. ممكن يكتب على شكل كثير حدود او شكل متراجعه من هالشكل. الا الرسم البياني، الرسم البياني هو كثير مهم خاصه انه بيعطي صوره واضحه لشكل العلاقه بين التابع ومتغيراته، وهي كثير مهمه في مجال علوم الاداره، لانه اذا نحن كمدراء او بدنا نعلم المدير عندنا بالنتائج او التقارير عن عملنا، فالرسم البياني بيعطي صوره اوضح. تمثيل بياني عم يتم بالمستوي اكس واي، اكس هو المحور الافقي واي العمودي، مجموعه نقاط هي الا مسقط على الاكس مسقط. مثلا هذا الخط البياني لهالتابع الكسري من هالشكل، فكثير سهل علي بدل ما اجي اعوض عند اكس مثلا 60 شو بتطلع القيمه؟ دغري بحسبها اكس 60 معوضه بصواعد، بس هون دغري 60 بيجي بقول 6 معناتها انا هون تقريبا 25، او بالعكس عند واي مثلا لنقول واي 5 وين انا؟ شو الاكس المقابله؟ طيب واي 5 هاي هي وين؟ معناتها انا هون. ممكن تكون قيمه موجبه وممكن تكون الى قيمتين انا اشتغل بمجالين وهكذا. الخط البياني التابع اللي هو مستقيم.
كمان ممكن حل استفيد من الرسم البياني بحل جملة معادلات، مثل هون عندي واي واحد واي اثنين هني معادلات مستقيم، واحد صاعد وواحد نازل. مين بيقول لي وين الصاعد ووين النازل وكيف عرفتهم؟ كامل صاعد، يعني هذا هو صاعد. ليش صاعد يا شمس؟ والصاعد غير النقط. شلون صاعد غير النقط؟ هذا مو صاعد، هذا نازل هيك حسب اكس. من شارت اكس، شو من شارت اكس؟ شو يعني؟ الصاعد واي واحد صح، هذا هو المستمر، والنازل هو واي اثنين. بسبب امثال اكس، شو بنسميه امثال اكس؟ الميل. برافو كنانة، تماما. للميل هو بيبين واي واحد ميل اثنين، امثال اكس هي اثنين موجبه، فميله موجب فمعناتها بده يطلع هيك حتما صاعد. الواي اثنين امثال الاكس هي ناقص اربعه سالبي، فحتما بده يطلع نازل. هذول لازم يكونوا من بديهيات بالنسبه لكم، هاي بالمرحله الاعداديه نحن بنعرف. شو هي اولويات انجاز العمليات الحسابيه او تنفيذ العمليات الحسابيه؟ اول شيء بننفذ عمليات الرفع للقوى ثم الجذور. بننفذ عمليات الضرب والقسمه بعدين الجمع والطرح. هلا اذا عندي اقواس بننجز العمليات الحسابيه حسب هالاولويات ضمن كل قوس، وبعدين بننفذ عمليات بين الاقواس حسب هالاولويه. اذا عندي كسور بننفذ عمليات البسط لحال، المقام لحال، وبعدين بنسبهم لبعض. رجاء كمان ما حدا يخربط لي، ساعات بضرب عددين من اشاره واحده بيطلع موجب، يعني موجب موجب بيطلع موجب، سالب سالب بيطلع موجب، اذا عددين من اشارتين مختلفات موجب سالب او سالب موجب بيطلع سالب. عندي هون رمز المجموع الصم، مجموع اكس اي من واحد لانه اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثه، مثل مجموع الاعداد من واحد لخمسه، واحد زائد اثنين بهالشكل. الرفع الى قوى هي اي قوي ان. اي هي الاساس، ان هي القوى او الاس. معناتها بضرب A بنفسه N مرة، 5 قوة 4، يعني 5 ضرب نفسه 4 مرات، و2 على الثالث 6 مرات، لأنه مكعب. الجذور، جذر النوني لـ A، أو الجذر المرتبي N لـ A، هي يكتب بشكل قوي A قوة 1 على N، وفي مجموعة من الخواص اللي نحن سبق وتعلمناها بالفصل الماضي. نحن وصلنا لهون بالجلسة الأولى، هيك عملت لكم نظرة إعادة كثير سريعة عن شو أخذنا بالجلسة الأولى. حكينا عن مخطط المقرر، خطة العمل خلال الفصل، واخذنا تسكير اساسيات بالتسكير الى الفصل المقرر الرياضيات اللي اخذناه. فاللي غاب الجلسه الاولى فينا نعتبر انه غطى كل شيء اساسي هون. نحن وصلنا هون، ومن هون هي مقرر نبدا نتابع الجلسه الثانيه. مين عنده سؤال، استفسار، ملاحظه قبل ما نكمل جلستنا؟ أنا عدت نتيجة إنه البعض ما حضر، البعض ما عرف، البعض كذا. أوكي. بس أنا بالجلسات القادمة ما عاد في عادي النظري، أنا بعتبره رح مر عليه بشكل سريع. ما رح أرجع أعيد كل شيء مثل هون رقم بياني، معادلة مستقيم كذا، لا 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 لا. هذا كله موارد تعليمية بين إيديكم. درسوها لحالكم، سمعوا المحاضرات المسجلة لحالكم. شو عندكم ملاحظة، استفهام، شغلة ما فهمتوها، تكرم عينكم، بنعيدها مرة وتنتين. خلينا نركز شغلنا انه على التدريبات والتمارين، زائد استفساراتكم نجاوب عليها. مو كل واحد يقرا وما يفهم شغلي، اوكي بنشرحها، بس ما بنمشي على المقرر كله. اوكي، ما هو فاضي يحضر الخميس، هو يدبر حاله يدير اوقاته مثل ما بده. إذا نحن نكفي من هون اللي هي موضوع جلستنا. فبالتالي إذا جلسة اثنين هي مراجعة تأسيسية، رح ناخذ هلا كمان هي مراجعة جلسة اليوم، بس نشوف التطبيقات تبع. طيب هلا بنعرف كثير الحدود، والكثير الحدود هو شو؟ هو عبارة عن مجموعة حدود جبرية، كل حد هو جداء ثابت بمتغير اكس، مثل هون اف اكس اي صفر اي واحد، هي موقوف صفر اي دليل تحت صفر، زائد A دليل واحد X، زائد A اثنين، يعني A صفر A واحد مثل A اثنين A N، X مربع عند X N. هذا كثير حدود من درجة N، هاي مجموع حدود جبرية. هذا الإكسات المتغيرة والA هو
ثوابت او المعامل اذا بدكم ثوابت. هلا ساعات نقول دراسه اشاره كثير حدود معناتها نعرف قيم اس اللي بتخليه موجب او سالب، هيك معناتها، وسبق ان احنا درسناها بالفصل الاول انه دروس الاشاره امتى هو موجب وامتى سالب، يعني حسب شو قيم اس اللي بتخليه موجبي وقيم اس اللي بتخليه سالبي. ووقتها اذا بتذكروا كمان احيانا كنا نرسم الجدول ونحط الاشاره. كمان عندي كثير حدود يكتب لمتغيرين اس تابع لاكس واي، تابع لمتغيرين الاكس واي بتكتب بهالشكل هاي. شو قيمة الاف عند اكس 2 واي 3؟ بكل بساطة بعوض قيمهم بيطلع اف عند 2 3 هي ناقص 1 مثلا. هلا شو تعريف التابع او التطبيق هو او الدالة فانكشن؟ هو علاقة بتربط منطلق مع مستقر، كل عنصر تربطه مع عنصر من المنطلق تربطه بعنصر من المستقر وفق قاعدة الربط. اف هيك التابع او التطبيق او الدالي فانكشن اكس صورة اكس حسب اف هي واي، يعني اف اس هي 2 اكس مربع. هذه المنطلق هو مجموعة الاعداد الطبيعية، المستقر هو ار كمان قيمته عند الواحد بس بنعوض واحد، 2 بواحد بيطلع 2 وهكذا. دراسة تغيرات تابع، شو يعني دراسة تغيرات تابع؟ نعرف شو مجموعة تعريف التابع كمان نحن سبق وعرفناها. مقاربات التابع يعني نشوف شو نهاية التوابع عند أطراف مجموعة التعريف. تتذكروا عند أطراف مجموعة التعريف وخاصة المجالات المفتوحة كنا نحسب النهاية. نتعلم كمان بدنا لازم نعرف دراسة إشارة المستقبل المرتبة الأولى، يعني إف فتحة إكس مشتق التابع كمان درسناها ونشوف إشارته. طيب إف فتحة هو مشتق الإف نعرف نحسبها ونشوف إشارته أمتى هو موجب وأمتى سالب، لأنه راح يكون لها تطبيقات لحساب الربح الأعظمي في الدنيا التوابع الأمثلية. كمان نشوف تزايد تناقص التابع حسب إشارته، بعض النقاط المرجعية أحيانا كثير نضطر نرسم المحل البيان التابع، نحدد نقاط انعطافه إذا مثل ما سبق يعني ندرس المشتق الثاني. المشتق الثاني هو مشتق الإف فتحة بس مشتقه مرتين. ما حنشوف هون كمان عندنا بنقول عن تابع انه مستقر عند مقطع الصفر. تتذكروا ان شرطين، اول شيء مستمر عندك صفر معناتها الاف صفر تنتمي لمجموع التعريف اللي هي دي اف. ثاني شيء نهايه التابع اف اكس لما الاكس تسعى للاكس صفر، هون لنهايه خطا هاي للاكس صفر تساوي اف اكس صفر، انه نهايه التابع عند لما اكس تسعى للاكس صفر تساوي قيمه هالتابع عند اكس صفر، فهذا بيكون مستمر. خدنا مثلا خذوا هالتابع اف اكس 2 اكس مربع ناقص 1، هل هو مستمر عند النقطة اكس تساوي الواحد؟ رح نشوف. مجموعة تعريف التابع هي ار، الاكس 1 اكس 0 1 تنتمي ل ار 2. نهاية التابع لما الاكس تسعى للواحد اللي هي اكس 0، شو نعوض قيمتها؟ 2 اكس مربع ناقص 1 1 اللي هي قيمتها عند الواحد، إذا مستمر عند الواحد. كمان هون هالتابع الكسري، هل هو مستمر عند النقطة نص؟ شو مجموعة تعريف التابع؟ هي مجموعة تعريف البسط والمقام، المقام بدنا نحذف القيم اللي بتعده من المقام اللي هي 2 اكس ناقص 1 تساوي 0 معناتها اكس تساوي النص. معناتها هي ار فرق النص. يعني هي من ناقص نهاية للنص اجتماع نص لا نهاية. هلا بدنا ننتبه عند النص مجال مفتوح لأنه ما بصير يساوي النص. أول شيء اكس 0 هي نص، تنتمي لهالمجال لا تنتمي، فمباشرة التابع غير مستمر. مباشرة. إذا هدول هالأمثلة اللي أنا عم أعرضهم سواء هاد البسيط أو هاد هن أمثلة بسيطة ولكن معبرين جدا لحتى دغري نسترجع ونراجع المعلومات باستمرار. طبعا هون عندنا عند التابع هل هو محقق الشرط الأول ولا مو محقق؟ هل هو مستمر ولا غير مستمر؟ هون مثلا حتى عند الصفر هو بينتمي لمجموعة تعريفة بس راح تبين إنه نهايته عند الصفر لا تساوي قيمته عند الصفر وبالتالي التابع بيطلع غير مستمر. بتشوفوها كل حاجه. البحث عن المقاربات، المقاربات هي لما بتاخذ عند اطراف المجالات اطراف مجموعه التعريف المفتوحه ناخذ مقارب، ناخذ نهايه التابع ونشوف مستقيم مقارب له. البحث عن مستقيمات مقاربه رح نشوف كمان بوقتها بالتطبيقات. عندي مستقيم مقارب مثلا اذا انا اخذت هيك هاي محور الاحداثيات، محورين الاحداثيات، هذا المحور الافقي اكس وهذا المحور الافقي واي.
انا قايل لي مستقيم مقارب يوازي محور او اكس، يعني هيك. ممكن كده نختار مثلا الوان او شيء، وهاي طيب ما في مشكلة. مستقيم مقارب يحوز المحور اكس، هيو هذا هو الاس. اذا كانت نهاية الاكس لما الاكس زاد لا اصلا نهاية تساوي الايه، يعني هاي النهاية، هاي عند الايه، هاي عند الايه. هلا مقارب يوازي الاو واي، هذا اذا كانت نهاية الاكس هي زائد ناقص لا نهاية. هلا ممكن اذا كانت نهاية الاكس زائد ناقص لا نهاية عند البي. هون مستقيم مقارب معي ممكن يكون هيك، يعني بالاخر المقارب شو هو يا جماعه؟ المقارب شو هو؟ المقارب اذا انا عندي تابع مثلا هيك، المقارب هو المستقيم اللي بيقاربه هيك. بنقول هالمستقيم هذا دي بيقارب هالمنحني، هذا المنحني بيقترب منه، بيقاربه يعني بيقترب منه، يعني هذا نهايته عند حد معين بتصير قريبة منه، يعني المسافة بتصير قريبة من الصفر، بتصير قيمتها أبسلون، هي مقدار صغير جدا مثل ما بنعرف، إنه قريبة جدا، هاي بقارب. هلا إذا كان شاقولي ممكن هيك. هلا إذا ما ضبطت تقولوا لي ما أنا شاقولي، طيب. هيك ممكن يطلع، هيك هيك. يعني ما بيدق فيها قريب فيها. إذا أفقي ممكن يطلع هيك. تقريبا هيك، هذا المقارب، إذا المستقيم مقارب له المنحني. وهي من بديهيات الثانوية يعني بالنسبة لها. هلا دراسة المستقل الأول رح تفيدنا كثير نحن بالتطبيقات الرياضية. نحن عندنا تابع له مجموعة تعريف بده يكون قابل للاشتقاق، شو قابلية اشتقاقه؟ إذا ساعات أنا بقول لك اشتق التابع، أول شيء لازم يكون التابع قابل للاشتقاق. شو قابلية الاشتقاق التابع عند النقطة؟ أول شيء نقطة تنتمي لمجموعة تعريفه مثل الاسم. ثاني شيء إذا تكون نهاية اف اكس ناقص اف اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما الاكس على اكس صفر موجودة. إذا النهاية موجودة هي من المزرعة الفتحة عند اكس صفر، هي قيمة المستقبل. ليه عم تشوشي على فواتير؟ أنا ذكرت لها إياها. طيب. إذا تابع قابل للاشتقاق عند النقطة اكس صفر، أول شيء بتكون الصفر تنتمي لمجموع تعريفه. ثاني شيء هالنهاية نهاية اكس اكس ناقص اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما الاكس على الاكس صفر موجودة إلا قيمة. ماذا ناقص نهاية هالنهاية موجودة وهي بتكون اف فتحة عند الاكس صفر، يعني قيمتها المشتقة عند النقطة اكس صفر. هلا تزايد انطلاق التابع كمان من المفاهيم اللي نحن بنعرفها. اذا كان بيكون التابع متزايد اذا كان الفتحه موجب، ويكون متناقض اذا كان مشتق اللي هو فتحه سالب عن المجال. هون عندي هالتابع اكس هو 2 اكس مربع ناقص 1 قابل للاشتقاق عند اكس يساوي صفر. اول شرط هل الصفر تنتمي لمجموع تعريفه؟ نعم. مجموع تعريفه ار، كثيرات حدود مجموع تعريفه ار والصفر تنتمي لها المجموعه. الشرط الثاني شو نهاية التابع لما الاكس تسعى لاكس صفر اللي هي صفر؟ طيب نهاية 2 اكس صفر 2 اكس مربع ناقص 1 ناقص قيمته عند الصفر اللي هي ناقص 1 على اكس ناقص اكس صفر اللي هي صفر. نجمعها بتطلع 2 اكس مربع على اكس، نختصر فبصير نهاية 2 اكس لما اكس تسعى صفر بيطلع صفر. ليه جبت ناقص 1 يا ماجينا؟ وبالتالي التابع قابل للاشتقاق عند اكس صفر تساوي صفر، ومشتق قابل للاشتقاق وشو مشتقه تساوي النهاية اللي هي صفر عند الصفر. اوكي. طيب هل التابع اكس مربع ناقص 1 على اكس زائد 2 قابل للاشتقاق عند النقطة اكس صفر تساوي 1 وعند النقطة اكس صفر تساوي ناقص 2؟ بدها دراسة.
اول شيء شو مجموعه تعريف؟ اه صار خلطين بتعدهم المقام اللي هي ناقص 2، فاذا هي ناقص لا نهائي ناقص 2 اجتماع ناقص لا نهائي زائد لا نهائي. طبعا بشرط الناقص 2 المجال مفتوح لا تنتمي. شو القانون الاساسي؟ القانون الاساسي اكس ناقص اكس صفر، صح يا ماريو؟ ايه شو هي اكس صفر؟ انا اكس صفر هي صفر. لك اكس صفر اس على اكس صفر. ايه بس انا عم ادرس اكس صفر هي صفر فعوضت عنها بس. تمام. اذا اول شيء القيمه اكس صفر ناقص 2 لا تنتمي لمجموع التعريف، ففورا ريحني التابع غير قابل للاشتقاق. مو هيك اسهل شيء هاي عندكم؟ اسهل شيء اس عند ناقص 2 ما تنتمي لمجموع التعريف، هي غير قابل للاشتقاق، ارتحت منها. هلا بنجي ما في داعي نشوف الليميت اللي هي النهايه. نجي للقيمة x تساوي الواحد تنتمي لمجموع التعريف، بدنا نشوف الشرط الثاني اللي هي نهاية اف اكس ناقص اف عند اكس صفر على اكس ناقص اف صفر اللي هي واحد. بنسوي على بعضهم بيطلع معي النهاية واحد. النهاية موجودة، إذا التابع قابل للاشتقاق عند اكس صفر تساوي الواحد، وقيمة اف فتحة عند اكس صفر هي واحد، هي نهاية هي قيمتها النهائية. شلون عملنا هاي؟ كتبناها مع بعض، اختصرنا مع بعض، طلع معي امثال اعلى قوة على امثال ادنى قوة بيطلع واحد. هاي كلياتنا شايفينها على الاقل بجلسات الفصل الماضي. طيب هلا بدنا نتعامل مع النسب المئوية. في سؤال لحد الان قبل ما ادخل بالنسب المئوية، في سؤال عن الاستمرار، الاشتقاق، التوابع، مجموع تعريفها، عن هالشيء اللي حكيته انا، في شيء مو واضح؟ نحن جاهزين لاي استفسار. يعني هدول تذكره لشيء انه انتم تعرفوا. طب خلينا ننتهي الاصبع يا شباب للشيء اللي بعد. شو هي النسبه المئويه؟ النسبه المئويه باختصار هي من اقسم على 100. اسمها مئويه معناتها من اقسم على 100. يعني بنستخدم الرمز 60%. هاي 60% تكتب 60 على 100 او 0.60، لانه اذا كتبت 60 على 100 بيطلع معي هيك. فاذا انا كتبت 0.60 او 60 على 100 او 60% كلها هي نسبه مئويه. مثلا بيقول لنا حطت الحكومه ضريبه اعاده اعمار 5.5% على الراتب الشهري. راتب احد المواطنين 42000، شو قيمه الضريبه تبعه؟ طيب 42000 هذه هي ضرب 5.5%، اضربوا هذا ب 5.5 على 100 بيطلع 2310 ريال سوري. هيك بحسبوا الضريبه. كمان قررت اداره الشركه ما زياده سعر بيع احد منتجاتها سعره 1400 ليره سوري بنسبه 7%، بدها ترفع الزيت 7%، قد ايه بصير سعره جديد؟ هو سعره هو سعره شو؟ 1400. بنضيف عليه الزياده، قد ايه الزياده؟ 7%، 7% من قيمته. يعني 1400 ضرب 7 على 100 زائد 1400 بيطلع 1498. تمام يا محمد نزار، ليش؟ لانه 1400 هو سعره، بنزيد 7%، 7% 7 على 100 ضرب 1400 بيطلع 98. ف 1498. طيب كمان نفس الشيء بالنسبه لسعر السهم. عندي قيمة السعر فينا نقول كمان يا مروان 107%، صحيح دغري السعر الجديد هو 107%، يعني 107 على 100 من 1400 بيطلع نفس الجواب تماما. اوكي، اما نحن هيك قلنا سعره زائد 7% من سعره، يعني كانه سعره هو 100% وانت زائد 7% من سعره صار 107%، صحيح يا مروان. عندي هون شركة سعر السهم 200 ليرة سوري، تناقصت قيمة السهم بمقدار 10% في النصف الأول من السنة، ثم ارتفعت قيمة 15% من النصف الثاني. شايفين؟ في عندي قيمة السهم ثابتة خلال النصف الأول، نزلت بعدين ارتفعت. أول شيء نزلت 10% من قيمته الحالية،
بالنص الاول، النص الثاني زاد 15% من قيمته بالنص الاول، ما هو قيمته ال 200 ليره، بنشوف احنا قيمته وقت نزل شو، وبعدين ارفع 15% من هالموضوع. فشو قيمه السهم بنهايه السنه؟ اوكي، اول شيء قيمه السهم بنهايه النصف الاول شو هي؟ 200، ونزلت عم بقول تغيرات، بلغت قيمه السهم ما وتناقصت، معناتها ناقص 200 ضرب 10%، 200 ناقص 10% ناقص 20 بيطلع 180، اذا قيمته كانت 200 نزلت، صارت نزلت 20 صارت 180. طيب النصف الثاني زاد 15%، معناتها هال 180 زائد 15% منها صار 207. هذه كمان عندي طريقه ثانيه للحساب، بقول انا بالسنه شو قيمتها السهم 200. طيب اول سنه نزل 10%، يعني 1.01 ضرب، هذا هو. بعدين هالمبلغ كله قيمه السهم زاد 15% ضرب 1 زائد 15%، نفس الشيء بيطلع 207. مثل المنطق اللي حكي فيها لزميلك مروان، انه انا دغري بضرب 107% من قيمه المنتج الاساسي بيطلع معي السعر بعد الربح. هيك دخل تماريننا، طبيعه التمارين راح نشوفها يا شباب ويا صبايا من هالمسائل هاي. يعني نحن راح نولد المعادله اللي بدنا نحلها. اما نحن بالرياضيات الفصل الماضي كان اقول لكم عندي هالمعادله حلوها، بس ما نعرف شو هي، شو بتمثل، شو معناتها، شو معناها الفعلي. هون لا، نحن راح نقول هي ضريبه، راح نقول هي قيمه السهم، راح تقول ربح، خساره، تكاليف، هيك. لذلك هو المقرر تطبيقات الرياضيات في علوم الاداره والاقتصاد، وانا برايي كثير المقرر كثير حلو ومفيد. هلا هون كمان عندي حساب بتغير الاسعار سنويا، مؤشر التضخم بالامور اللي فيها تضخم. مثلا عندي انا هون سعر السله المرجعيه بعام 2009 900 ليره او 950 يلي بتكون اياها، 2010 1100 1400. اذا اي منتج ما اعتبروه هون ال 2009 كان 950، دائما الاسعار بتصير فيها تضخم كل دول العالم غير التضخم اللي عندنا للوقت الحالي. بالحالة العادية يعني وقت بيكون أي بلد مستقر، اقتصاده مستقر، ثابت، بصير في عنده تضخمات. حتى ببلدان الراقية والمقدمة وبأوروبا كلها بصير في تضخم بمعدل مثلا ممكن 5% سنويا. مرجعية هي بالنسبة له إني أنا بدي أقارن مرجعية. قيمة مرجعية هلا قيمة هالسهم السعر أي منتج لنقول هلا 950، خذوا اللي بدكم إياه، خذوا علبة بسكوت هلا حقها من 2009 كان 950، من 2010 1000، قيمته بالسوق 1100 1400، هذا هو مؤشر تضخم علبة البسكوت اللي بدكم اياها، باكيت الدخان، أي شيء بيطلع بس قيمة منتج. طيب مؤشر الأسعار بالنسبة إلى سنة الأساس، بالنسبة لسنة الأساس هي الأساس هو المرجع. من 2009 ضل مثل ما هو 950، نسبة الأساس هي 2010 اللي أنا أخذها. ليش؟ انا محدد سنه الاساس هذه 2010، لان قلت 100% انا بدي اشوف سنه الاساس اللي بدي اقارن عليها هي 2010، فهون سعره ستاندرد هو الاساس. 2009 كان قيمته 95% من قيمته 2010، هو قيمته هلا على قيمته ب 2010. 950 على 1000 95%، هون 1100 على 1000 زاد 10%، هون 1400 على 1000 زاد 40%، وهكذا. مؤشر الاسعار. مؤشر التضخم السنوي بالنسبه للسنه السابقه. كل سنه مع قبلها تضخم. اوكي؟ هاد بالنسبه لإله ما بنعرف شو اللي قبله، بالنسبه للسنه السابقه، ف 2009 نحن ما فينا نحط شيء، ليش؟ لأن لازم نعرف شو هي 2008. طيب 2010 بعرف شو هي؟ قيمته هلا ناقص قيمته سابقا على قيمته سابقا، هذا التضخم. قد ايه زاد ال 1000 بالنسبه ل 950؟ هو 1000 ناقص 950 على 950. مانع وصم على 1000. ما يتمنع وصم على 1000. على 950. 950 هون السنة السابقة. 1000 ناقص 950 على 950 فطلع معي 25% هو مقدار مؤشر التضخم. هون قيمته هون 1100 على 1000 ناقص 1000 على 1000. يطلع 10% صار في تضخم. كل سنة عن اللي قبلها.
هون 1400 ناقص 1100 على 1100 27% صار في تضخم. شايفين؟ شو اسمه؟ مؤشر التضخم السنوي بالنسبة للسنة السابقة، كل واحد للي قبله. هون للي قبله، هون للي قبله. كيف هاي الصفحة 950 دغري؟ مي حسب شو انا عم احسب يا سيدرا. ليش هون الصمت 1850 بجوز محل ثاني اصلا مع 800؟ طولي بالك علي، اقري شو مكتوب هون. هون مؤشر الاسعار بالنسبه الى سنه الاساس، سنه الاساس انا عامل لكم اياها 2010. فهي بدي اقسم مثلا انا بقسم على 1000 لانه هي انا بعتبرها هون سنه الاساس، هي هون 100%. فهي بقسمها على 1000. هون بقسمها على 1000، هون بقسمها على 1000. هون مؤشر التضخم السنوي بالنسبه للسنه السابقه، يعني كل سنه اللي قبلها، هون ما حطيت شيء لانه اللي قبلها ما بعرفه ل 2008. هون الصمت 1950 للسنه اللي قبلها، هون على 1000 لانه السنه اللي قبلها، هون على 1100 لانه السنه اللي قبلها. هذه هي. شو مؤشر التضخم السنوي بالنسبه الى سنه الاساس؟ شو سنه الاساس؟ هي 2010. 1000 ناقص 1000 على 1000 صفر. هون 950 ناقص سنة الأساس 1000 على 1000 ناقص 5%. هون 1100 ناقص 1000 على 1000 على 1000 لأنه بالنسبة لسنة الأساس صفر، وهون 10% وهون 40%. هذه هذا عنده سؤال؟ تمام. طيب أنا راح ناخذ كمان بعض التطبيقات. شايفين يا شباب هدول التمارين بياخذوا وقت، نحن ما فينا نحل كل شيء. بدكم تريحونا شوي بالنظري والتحضيرات. يعني انتم تقولوا لي هذا دغري مر على النظري تكونوا هاضمينه، ما نرجع نعيد معادلة مستقيم وكيف نحل المعادلة وليش هاي موجب وليش هاي، بدكم تشتغلوا على حالكم. ممكن تكون هيك اساس البحث، نعم. ممكن. طيب عندي هون تطبيقات. عدد عاملين بسلسلة مقاهي. هلا عم نقدر احنا عدد العاملين بشركه تدير سلسله من المقاهي كتابعه لعدد المقاهي المفتتحه. عاملين في المقهى المفتتح اداريين نقل كذا، هي المعادله واي 10 انزل 40. الواي هو عدد كل العاملين بالشركه وان عدد المقاهي. اذا عندي شركه موزعه عندها سلسله من المطاعم او المقاهي موزعين، عدد العاملين هو هالمعادلة 10 ضرب العاملين الكلي هو 10 ضرب عدد المطاعم اللي فتحتها زائد 40، هيك المعادلة. هذه معادلة المستقيم هذا شكلها. هون نلاحظ ان عند عدد المقاهي صفر ما بيطلع صفر، بيطلع عدد العاملين 40 مثلا. ليش؟ لانه في الكادر الاداري والنقل عم يدير المؤسسة. واضحة شارح. وما بصير تكون سالبية، لأن شو معناتها انه في عندي عدد المقاهي عدد المطاعم او المقاهي سالبي؟ ما بصير. طب بيكون له منحني منطقي. عدد العاملين في حاله افتتاح 12 مقاهي يعني ان 12 معول 10 ضرب 12 زائد 40 200 عامل. طيب العكس، شو عدد المقاهي اذا كان انا عندي 200 عامل؟ بحط الواي 200 بيطلع ان 16، بحل المعادله. كمان تطبيق مهم. عندي شركة عم تبيع أحد منتجاتها ب 600 ليرة سورية متضمن ضريبة استهلاك بالغة 13%، إذا أنا عم بيع عندي أي شيء مونتاج ب 600 ليرة، بس أنا شو القانون اللي عم يساوي عليه؟ شو هو أي قانون يا ميس؟ وين؟ بالأبلة؟ القانون هذا هو يا عيني ميس، بدك تركزي معي. اذا انت مالك هاضمه المنهاج الماضي بدك تركزي علي رجاء. قانون هذا هو واي 10 ان زائد 40، عامل لك هذه هي المعادله اللي بتحكم عدد العاملين مع عدد المقاهي. هلا انا صحيح ما اسرع شوي بس يكون لانه منهجنا نلحقه. فاذا انتم ما بتكون هاضمين معادله مستقيم زائد ناقص بصير في عندنا مشكله. لذلك المطلوب منكم هي اخر مره بعد حدا يسالني اسئله شو هاي شو هاي، حضروا واسالوني قولوا لي هاي ما فهمناها هيك واضحه. ما بدنا نجي نوضح لواحد نقول له 1 زائد 3 يساوي 4، منين جبناها وكذا. طب بتكون
تولفوا معي، لانه المنهاج مهم وكبير. انا ما راح اشرح نظريه لانه هدول التمارين اذا بدنا نشرحهم بدنا بجوز 3 4 جلسات. فالمطلوب منكم جهد لإلكم وانتم عم تعلموا لإلكم مو لإلي. فرجاء شو منيح حضروا منيح مشان تستفادوا من المقرر منيح. هاي المعادلة هي اللي أنا يقدر عدد العاملين، يقدر عدد العاملين بالشركة بهالطريقة، واي عدد العاملين وان عدد المقاهي. شو بحط ان عدد مقاهي؟ انا عندي ان 12 مقهى، حط 10 ضرب 12 زائد 40 بيطلع بدي 160 عامل. عامل لك انا هون بالعكس، اذا انا بدي عندي 200 عامل كم يفتحوا لي مقهى، بيسمحوا لي فتح مقهى او مطعم؟ حط الواي 200 بيجي ان 200 ناقص 40 على 10 160 على 4 على 10 60 16 مقهى نمشي فيها باتجاه معين. رجعوا فكروا فيها، لانه ما فهمها يسالني. السعر قبل الضريبه، عندي منتج شركه عم تبيع منتجاتها ب 600 ليره متضمنه ضريبه استهلاك 13%، معناتها قد ايه سعر الكلفه قبل الضريبه؟ سؤال بيطرح حاله. انتوا بتوضعوا مطعم بتدفعوا مثلا فاتوره 10,000، طبعا من ضمنها في ضريبه. طيب اذا اعفوني انا من الضريبه قد ايه يدفع؟ هذه هي معناتها. هلا انا مسؤوليتي هون انا شكل المعادله. فبقول نفرض سعر الكلفه قبل الضريبه هو بي اللي انا عم دور عليه، سعر الكلفه قبل الضريبه هو بي، انا عم دور المجهول. فسعر البيع 600 هو سعر الكلفه مضاف اليه الضريبه اللي هي 13% من سعر المنتج، يعني شو 13%؟ 0.13 ضرب بي. المعادله شو هي؟ 600 السعر مع الضريبة، السعر مع الضريبة 600 تساوي سعره بدون ضريبة زائد قيمة هالضريبة اللي هي 13% منه. هاي هي المعادلة. فالبي هي 600 على 1 زائد 0.13 بتطلع 531 ليرة. معادلة من الدرجة الأولى بسيطة. كمان عندي تطبيق حساب السعر بالنسبة للتخفيضات. يعني بدي يمشي بالعكس. اعلنت احدى المحلات المفروشات او غيرها عن تخفيضات بالنسبه ل 40% على منتجاتي. قام احد البائعين خفض بمبلغ 1200 ليره سوري على سعر الطاوله. طيب شو كان سعر الطاوله قبل التخفيض؟ يعني عندك شركه انجا انا قالت انا عندي هلا سولد 40% على منتجاتي، وقالت حطت على احد المنتجات انه انا مخفضته 1200. طيب قد ايه كان سعره هذا قبل قبل ال قد ايه كان سعره قبل التخفيض؟ خفضيته 1200، قد ايه كان سعره قبل التخفيض؟ نحن بنحط المعادله. اذا نسبه التخفيض 40% من السعر الاصلي اللي هو بي، اذا بي سعر الطاوله الاصلي خفضت 40% يطلع 1200. اصبح 40% من البي يعني 0.4 بي هي 1200، ولا اسهل من هيك. بي 1200 على 0.4 6000 سعر سوري. إذا كان سعر الطاولة 3000 صار 1200. عفوا مو صار 1200، خفض بمقدار 1200. اللي هو 40% منه خفض له 1200 صار 1800. بدي يدفع حقها 1800. نعم موجودين يا سيدي الأمر المقرر و بالفصل وبالملفات الباوربوينت ومشروحين بالجلسات المسجلة. إذا مشروحين بالفصول بالباوربوينت اللي عم بعرضه وبالجلسات المسجلة. وهلا أنا جلستي المسجلة اللي أنا عم أحكيها رح أرجع أنزل لكم إياها، كمان فيكم تعيدوا الاستماع لها. كمان عندي مؤشر تغير أسعار مواد أولية، عندي شركة عم تشتري سنويا نفس الكميات من المواد الأولية، عم تشتري رز، سكر، شاي، اللي هو هيك خلينا نبسط اللي لكن الاسعار عم تختلف من سنه لاخرى. كيف نحسب مؤشر تغير اسعار المواد الاوليه بشكل عام؟ طيب عندي هالماده الاوليه ماده A B C سكر رز شاي. هاي من سوري للتجاره. الكميه هدول هلا هون هذا المثال عفوا ما راح يمشي الحال لانه هاي المنتج هدول المواد الاوليه للمنتج. الا اذا كنا بدنا ناخذ السكر مع الرز مع الشاي. بدي 20
نرسميه ان المادي ايه و15 من المادي بي و30 من المادي سي حتى يطلع معايا منتج. اسعاره من 2017 المادي ايه 10، 2018 12، هون 8 نزل 7، هون 6 طلع 8. طيب شو كلفة المنتج بعام 2017؟ هي هالمادة هاي كميتها ضرب سعرها 20 ضرب 10 زائد 15 ضرب 8 زائد 30 ضرب 60 بيطلع 500. بال 2018 نفس الشيء 20 ضرب 12 15 ضرب 7 30 ضرب 8 بيطلع 585. شو مؤشر تكلفة أسعار المورد الأولية الداخلي بمنتج بالنسبة لـ 2017؟ بنسب سعرها بال 2018 على سعره بال 2017 اللي هي 117 بالمئة. هذا مؤشر تغير اسعار المواد الاوليه. المؤشر 117% معناتها ارتفعت سعره 17% عن الماضي. كمان عندي موضوع موازنه الدعايات والمبيعات في الشركات. هون عندنا تقدر مثلا اداره، عندي شركه تبيع برادات عندها مديريه للتسويق، اداره التسويق والمبيعات. هلا هي هالشركه هي اداره التسويق اللي موجوده ضمن الشركه الكبيره اللي بتبيع برادات، قدرت قيمه المبيعات دي مع المصاري الموازنه الدعايه المصروفه على على الدعايه بي. قدرتها هي حسب احصائيات عندها شو باعت وشو صرفت على الدعايه والاعلان، طلع معها بي يساوي 5000 زائد 10 بي. شو يعني؟ هي بتبيع بوفق المعادلة 5000 زائد 10 بي، يعني كل ما زادت الدعاية عم تبيع أكثر وفق هالمعادلة هي. هلا إذا لم تنفق الشركة أي مبلغ على الدعاية معناتها في صفر، قد إيه بتبيع؟ بتبيع ب 5000. 5000 ليرة سورية مثلا. هلا حتى تصل قيمة المبيعات ل 20 مليون، 20000 بلا مليون 20000. فهي 20000. يعني دي بي بتساوي 20000. قد ايه مسموح تصرف على الدعايه؟ منها نعوض دي 20000 بيطلع البي 20000 هون ناقص 5000 على 10 بيطلع 1500 ليره سوري. اذا حتى تبيع 20000 تصرف على الدعايه 1500. كمان هاي المعادله هي بتحكمها هون معادله المستقيم. في حال قررت الشركه زياده الدعايه، قالت انا بدي ارفع، انا مستعد صاحب الشركة ارفع الدعاية ل 100000 ليرة سورية سنويا. قد ايه رح تصير قيمة المبيعات؟ قد ايه رح تصير الزيادة؟ اكتبوها، مو قد ايه رح تصير قيمة المبيعات، قد ايه رح تزداد المبيعات؟ المنطق بيقول الفرق بين الموازنتين بي 1 وبي 2 هي بالدعاية 100000. إذا قررت الشركة زيادة الموازنة بمقدار 100000. إذا الدعاية هي بالوقت الحالي بي 1 رفعتها للبي 2 الفرق بيناتهم هي 100، هاي هي 100000 او 100 ليرة خذوها. الفرق بالمبيعات دلتا في، مو دلتا اف، هون في هي في عند البي 2 ناقص الفي عند البي 1، يعني انا شو بعت من اجل دعاية بي 2 ناقص شو بعت من اجل دعاية بي 1 بعوضهم، لانه 5000 ناقص 5000 بيروحوا بصير 10، بي 2 ناقص بي 1 10 ضرب الدلتا بي هي 100 بيطلع 1000. وهذا الشكل البياني تبعها. إذا زدت المبيعات بمقدار 100 هون بتزداد عند المبيعات بمقدار 1000. هذه هاي انتهت الجلسة المراجعة سواء للعلاقات الرياضية أو للتطبيقات أو مدخل للتطبيقات اللي نحن ممكن نشوفها بدراستنا. يعطيكم العافية، بتمنى تكون الأمور سهلة. راجعون إذا حدا عنده سؤال استفسار بيراجعني. هلا بالنسبة للكتاب موجود بين إيديكم، بدأوا الفصل الأول هي مراجعة تأسيسية اللي بتشمل مثل ما قلت خطة العمل، خطة العمل الفصل الأول المراجعة التأسيسية اتصنت على جلستين. إذا نحن لحد الآن درسنا الفصل الأول اللي هو هون مراجعة تأسيسية، كل شيء شرحته بالجلسة الأولى والثانية موجود هون وفي أمثلة كمان زيادة. هلا بنهاية كل فصل في عنا مجموعة من المسائل المحلولة وغير المحلولة، لازم الواحد يحلهم ويجرب فيهم، وأي سؤال نحن جاهزين. إذا نهاية الفصل تمارين مثل هون، أسئلة صح خطأ، مثل بيجي بالوظيفة بالامتحان. يعني مجموعة الأداء الحقيقية هي ليست تبديرية بالنسبة للجمع أو بالنسبة للضرب، خطأ.
هات القسم العددين كسريا هو الجدار الاول في المخطوط الثاني صح. مجال اي بي مفتوح عند الاي ومسكر عند البي، جميع الاعداد بين اي بي بما فيها العدد اي خطأ لانه الاي مجال مفتوح. وهكذا هذول المراجعه راجعوا عندنا اسئله متعدده الخيارات مثلهم، اعطيكم اربع خيارات نقوا العباره الجواب معطي بالاحمر تحلوا سواء حل معادلات او نسبه مئويه مثل ما شفنا او شيء. هلا بالاخر صفحه بتلاقوا مسائل او قضايا للمناقشه، عندكم مسائل انتم مطلوب منكم تحلوها. هاي جهد شخصي لكم. حلو اللي عنده سؤال بيسالني. هلا نكون احنا ما تعذبنا كثير بالنظري كنا ممكن نحل استاذ القضايا. على كل بالنسبه للمسائل غير محلوله اعطيكم توجيهات شو لازم تراجعوا هون المعادله الخطيه والفقره 1 2. هون المعادله الخطيه والفقره 1 2 1 5. اذا كل مثلا اعطيكم توجيه وين تلاقوا توجهوا للحل. بدي اشكركم كثير. راجعوا الفصل الاول بالتفصيل، راجعوا المحاضرات الباوربوينت، راجعوا المحاضرات المسجله الموجوده بين ايديكم والمحاضرات المسجله التزامنيه اللي انا هلا رح احمل لكم اياها. وشو عندكم سؤال اتصال متاهه وسهله، قد ما بتحضروا قد ما بنرتاح وبتستوعبوا المقرر اكثر. المقرر ممتع وحلو كثير. شكرا لكم ويعطيكم العافيه، اذا حدا عنده سؤال بامكانه يسال. يعطيكم العافية. إذا حدا عنده سؤال يسأل، ما حدا عنده سؤال بإمكانه يغادر لأنه انهينا